له كان أخي وصديقي، كان مثال للصحفي الاستقصائي الناجح. كل برامجك كان بتدل على أنك بتحب الناس، سعيت إلى نصرة المظلومين، سعيت إلى الحقيقة دائما. برامجك كلها بتدل على طيبتك، على محبتك للعالم، على محبتك للفقراء. بدنا نستفقد لك كثير يا أبو باسم، وبتمنى لك تكون في عالم أفضل من العالم اللي نحن فيه. الله يرحمك، ما رح ننساك، دائما ذكراك رح تكون في قلوبنا. يا الله يرحمه، كان شغلة كبيرة وشخصية مهمة، وأنا ما فيني إلا أقول رحمة الله عليه، والله يصبرنا ويصبر أهله ويصبر ابنه. ما بيتكرر يعني إبراهيم، إنسان حنون طيب صادق محب إنساني، يعني خسارة كبيرة لنا إبراهيم عن جد. ما فيني إلا وداعني أبو البر، أنت بمحل أفضل وأحسن من ما نحن هون فيه، والله يرحمك وليكن ذكرك مؤبدا. الله يرحمه، رح نفتقده كتير أكيد. إيده بيضة كان، صحفي جريء، بتذكره أنا من 40 سنة، عمل شغلات للبلد كتير كتير حلوة، كتير كويسة ومفيدة للبلد، وكان لسانه لازع، قلمه مخيف، بس قلبه طيب، وما بنتمنى له غير الرحمة والبقاء لمحبينه والعزاء لمحبينه. كان إنسان عظيم، فكر، وعي، محب للعائلة. أنا كتير إلي كلمات منه بتعني لي كتير. الله يرحمه ويحسن إليه، وبقول الله يطول بعمركم جميعا. كان إله بصمات بعالم الإعلام وبعالم الصحافة، وهو أول مين أسس ومين كتب أبجديات العالم الصحفي.